بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تفعيل تطبيق الشباركاسا أونلاين بعد التحديثات الأخيرة اللي صارت على التطبيق. هلا من فترة حوالي سنتين كنا ننشر فيديو كيفية تفعيل تطبيق الشباركاسا أونلاين، بس هلا حاليا صار بعض التحديثات والتغييرات على التطبيق، فصارت كيفية التفعيل مختلفة بعض الشيء. فهلا عم أعمل فيديو جديد عن كيفية تفعيل تطبيق الشباركاسا أونلاين بعد التحديث الأخير اللي صار على التطبيق بسنة 2025. هلا مثل ما انت معروف انه عشان تفعل تطبيق الشباركاسا الله راح تنزل على جوالك تطبيق البوشتان مع تطبيق الاونلاين بانكينج، واكيد الاهم انك تروح البنك وتطلب منهم الاوراق الخاصة بتفعيل الشباركاسا اونلاين. طبعا البنك راح يعطيك ورقتين، ورقة اولى خاصة بتفعيل البوشتان اللي تحوي على باركود، والورقة الثانية تحوي على رقم والبين كود. هلا انا بالنسبه لي فرضا رحت على البنك طلبت منهم الاوراق عشان تفعيل الاونلاين بانكينج لاول مره، فاعطوني الاوراق عم تكون على الشكل التالي. اعطوني الاوراق الموجوده عندي هون على الشكل التالي. هي الورقه الاولى الخاصه بتفعيل تطبيق البوتان، هي الورقه الاولى. راح يعطيك طبعا البنك راح يعطيك ورقتين، الورقه الاولى راح تحوي على باركود مثل ما شايفين عندي هون، والورقه الثانيه عم تكون على الشكل التالي انه تحوي على الاكواد مثل ما شايفين عندي هون، رقم اي دي، رقم طويل، بالاضافه الى رقم بين كود. يعني مثل ما حكيت راح البنك راح يطلب منك انه راح يعطيك الورقتين، هي الورقه الاولى والورقه الثانيه اللي تحوي على باركود. هي حكينا هي الورقه الاولى اللي عم تحوي على باركود، والورقه الثانيه اللي عم تحوي على اكواد. انت مش شايفين عندهم هي الورقه الثانيه اللي عم تحوي على اكواد. ها راح اخذ هي الورقتين وراح بلش خطوات عشان تفعيل الاونلاين بانكينج. هلا الخطوة الأولى عشان تفعيل الأونلاين بانكينج، أول شيء راح بلش بتطبيق البوشتان، راح نزله عندي على الجوال، راح آخذ هاي الورقة الأولى الموجودة عندي هون على الشكل التالي الخاص بتفعيل تطبيق البوشتان، والورقة اللي عم تحوي على باركود على الشكل التالي. هلا راح بلش بالخطوات. هلا راح بلش بخطوات تفعيل الشباركاسا أونلاين. هلا مثل ما حكيت أول شيء راح فوت عندي على تطبيق البوشتان الموجود عندي هون على الشكل التالي، تطبيق البوشتان، راح نكبس عليه ضغطة هيك، راح نكبس على تطبيق البوشتان، راح نكبس عليه ضغطة. راح يطلب مني على الشكل التالي بشكل مباشر، راح يفوتني على التطبيق. لان بالنسبة راح اعطيه على كلمة، راح يطلب مني بامكانك تختار اللغة بدي راح اتركها. هلا اول شيء راح بلش راح اكبس على المربع الاحمر يتس انغشتن، راح نكبس عليها ضغطة هيك، راح يفوتني بشكل مباشر على الشكل التالي. هلا راح اعطيه على، راح اكبس على كلمة كمان فايتر، هلا اعطيه سماح، هلا كمان راح اعطيه على كلمة فايتر. هلا مثل ما شايفين عندي هون عم يطلب مني انه ادخل كلمة سر خاصة بالتطبيق، يعني التطبيق المفروض هي كلمة سر اكيد تحفظها، كلمة سر خاصة بالتطبيق، الكلمة المفروض تحوي على رموز وارقام واحرف. هلا راح ادخل كلمة السر خاصة بتطبيق البوشتان وراح كفي. هلا دخلت كلمة السر خاصة بالتطبيق عم تحوي على رموز وارقام واحرف ورموز خاصة، بعدها راح اكبس على كلمة فايتر. هل عم يطلب مني على الشكل التالي، عم يطلب مني ارجع عيد نفس كلمة السر الخاصة بالتطبيق اللي دخلتها أول مرة. هلا راح ارجع عيد نفس الكلمة، راح ادخلها هون بهذا المستطيل. هلا رجعت عدت نفس الكلمة السر الخاصة بالتطبيق البوشتان اللي دخلتها أول مرة، راح بعدها راح اكبس على كلمة فايتر. هلا هون عم يخيروني إذا حابب أنت تستخدم كلمة السر ولا تستخدم البصمة، بإمكانك تفعل الاثنين، أنا كمان بدي أفعل إنه يفتح تطبيق البوشتان من خلال البصمة. راح أختار خيار الأحمر بيومترا بفندون، يعني استخدام الميزات، راح أكبس عليها ضغطة هيك، أعطيه على كلمة فايتر. هلا عم يطلب منك تدخل البصمة الخاصة فيك عشان يصير التطبيق يفتح من خلال البصمة، راح أدخل البصمة. هلا على الشكل التالي طلعت عندي النافذة الموجودة عندي هون على الشكل التالي، راح فعل المفتاح الموجود عندي هون، هذا المفتاح راح فعله، فعلت هاي المفتاح. هلا راح اكبس على كلمة فايتر. هلا عم يسألوك ان انت انه انت عم تسجل لأول مرة. هلا راح انا بالنسبة لي عم فعل التطبيق لأول مرة، راح اختار الخيار الثاني ناين نويا ريجستيرين، يعني تسجيل دخول. هلا راح اكبس على الخيار الثاني نويا ريجستيرين. هلا عم يسألوك على الشكل التالي انه انت راح تتلقى ورقة تحوي على الباركود. هلا عم يخبرك انه انت الباركود الخاص فينك موجود حاليا معك، الورقة اللي تحوي على باركود موجودة حاليا معك ولا ما انها موجودة. اذا ما انها موجودة بامكانك تطلبها من خلال الخيار الثاني. بالنسبة لي الورقة اللي تحوي على الخاصة بتطبيق تفعيل البوشتان اللي تحوي على باركود موجودة معي، فراح اختار الخيار الاول خيار جسيرون فوهاند، يعني متوفرة حاليا معي، راح اختار الخيار الاول، كبسنا عليها ضغطة هيك.
هلا عم يخبروك انه هلا عم يخبروك انه عم يطلب منك انه بامكانك تفتح الكاميرا عشان تعمل سكان بين الجوال الخاص فينك، الكاميرا الخاصه بالجوال والباركود الموجود عندك الموجود بتطبيق ورقه البوشتان. هلا انا بالنسبه رح اكبس على كلمه كاميرا بالموتسن، اكبس عليها ضغطه هيك اعطيه اثناء السماح التطبيق. هلا انتم شايفين عندي هون عم يعطيني على الشكل التالي، فتحت الكاميرا الخاصه بالجو. هلا المفروض علي فقط روح جيب الورقه الخاصه بتفعيل تطبيق البوشتان واللي تحوي على كود وقربها للكاميرا. هلا تروح تجيب الورقه، اللي تحوي على كود، فقط راح تروح تجيب الورقه اللي تحوي على كود، راح تفعلها على تفعل او تقربها للكاميرا عشان تعمل سكان. انا بالنسبه لي هلا راح اروح اجيب الورقه اللي عم تحوي على باركود واعمل سكان بينها وبين الجوال الخاص فيني. عملت سكان بين الجوال الخاص فيني وبين الباركود الموجود بالورقه الخاصه بتفعيل تطبيق البوشتان. هلا عم يعطيني على الشكل التالي. هلا راح اكبس على كلمه فايتر، عم يطلب مني ندخل الاي دي والامن لوجنامه. هلا راح اكبس على كلمه فايتر. هلا على الشكل التالي عم يطلب مني ادخل الامن لوجنامه الاي دي مع رقم الاونلاين بينك الاونلاين، عم يطلب مني ادخل الامن لوجنامه مع رقم البين كود. طبعا هدول الاثنين وين موجودات. هلا راح ننتقل على الورقه الثانيه اللي اعطوني اياها البنك عشان تفعيل الاونلاين بانكينج. هلا راح احط عندي هون بجهتي اليسار الصوره عن الورقه. طبعا الورقه الثانيه مثل ما حكيت اللي اعطوك اياها البنك، الورقه الثانيه عم تحوي على كود وعم تحوي على رقم مؤلف على رقم بين. هلا راح اروح اجيب الكود اللي اعطوني اياها الامن دوكنام اللي اعطوني اياها البنك بالورقه الثانيه ورقم البين اللي اعطوني اياها كمان بالورقه الثانيه وراح ادخلها باقي البيانات. هلا راح ادخل اول شيء الامن دوكنام، دخلت الامن دوكنام. هلا راح انزل لحد الاسفل، راح ادخل البين اللي اعطوني اياها البنك بالورقه الثانيه، المؤلف من البين مؤلف من 5 ارقام. هلا راح ادخل الكود الخاص بالبين. هلا بعد ما دخلت الامن لوجنامه مع رقم الاونلاين بانكينج مع رقم البين الموجود بالورقه الثانيه، راح انزل لتحت بالاسفل، راح اكبس على كلمه امن دون. هلا عم يطلب مني على الشكل التالي، عم يطلب مني المفروض تحط بين كود جي. طبعا هذا البين المفروض انك تحفظه 100% لانه راح تحتاجه بالفترات الجايه. اذا كنت اذا فرمت جوالك راح يطلب منك هذا الكود. طبعا حكيت انه لازم تحفظ كلمه السر الخاصه بالتطبيق وهذا البين كود، هذا البين كود الضروري، بين كود جديد. هلا عم يطلب مني انه ادخل بين كود جديد خاص بتطبيق الشبار كاس اونلاين. هلا راح ادخل كود جديد من عندي. هلا دخلت بين كود جديد. هلا راح اكبس على كلمه بين فيست ليجن، نكبس عليها ضغطه هيك. هلا عم يطلب مني انه ارجع نفس البين كود الجديد اللي دخلته من قبل. هلا راح ارجع اعيد نفس البين كود الجديد اللي دخلته من قبل. هلا دخلت رجعت عدت نفس البين كود الجديد اللي دخلته. هلا راح اكبس على كلمه بين بيشتدقن يعني تاكيد البين. هلا عم يطلب مني ادخل البصمه، راح ادخل البصمه. عم يخبروني التفعيل الخاص بتطبيق البوشتان هلا تم بنجاح. هلا راح اعطيه على كلمه فيرتك، نكبس على كلمة فيرتك. هيك بنكون خلصنا الخطوة الأولى عشان تفعيل تطبيق البوشتان. هلأ بالخطوة الثانية راح ننتقل على تطبيق البوشتان التطبيق الأساسي. هلأ فعلنا تطبيق البوشتان، هلأ راح ننتقل على التطبيق الثاني، هذا التطبيق البوشتان خلصنا تفعيله. هلأ راح أفوت على تطبيق البوشتان، نكبس عليها ضغطة هيك. عم يطلع عندي على الشكل التالي، راح أكبس على كلمة انغشتن أب ستارتن يعني بداية التفعيل. بعدها راح اكبس على كلمة فايتر. هلا عم يطلب مني ادخل كلمة سر خاصة، طبعا اكيد الافضل والاحسن الكلمة السر الخاصة بتطبيق الشبار كاس اونلاين تكون نفسها بالبوشتان ونفسها بالتطبيق العادي. هلا راح ادخل كلمة السر الخاصة بتطبيق البوشتان، راح ادخلها من عندي. طبعا راح احط نفس الكلمة القديمة. طبعا الكلمة المفروض تحوي على رموز وارقام واحرف كبيرة. هلا دخلت الكلمة، أعطاني كله باللون الأخضر يعني مسموح الكلمة كلمة قوية. بعد ما دخلت الكلمة راح أكبس على كلمة التالي فايتر. هلا عم يرجع يطلب مني أعيد نفس كلمة السر اللي دخلتها، راح أرجع أعيد نفس الكلمة كمان نفس الشيء. هلا عدت نفس كلمة السر الخاصة بتطبيق الشبار كاسة أونلاين. هلا راح أكبس على كلمة فايتر. هلا على الشكل التالي عم يخبروك انه بامكانك تستخدم البصمه عشان تفتح التطبيق. اكيد راح اختار الخيار الاحمر بيومترا يعني عشان افتح التطبيق من خلال البصمه، راح اختار الخيار الاحمر بيوم، اكبس عليها هيك. راح يطلب منك تدخل البصمه الخاصه فينك، راح ادخل البصمه. هلا على الشكل التالي عم يطلب منك تدخل رقم البي ال سي او البي اي سي الموجود عندك على الكارت او
البنك اللي انت موجود فيه حاليا. طبعا رقم البي ال سي وين موجود؟ هذا الرقم البي ال سي موجود عندك على الكارت على الوجه الخلفي للكارت، او بامكانك تكتب فقط اسم البنك. فرضا شباركاسا نورنبرغ، شباركاسا بوخ، مش شباركاسا برلين، او تدخل الرقم. انا بالنسبه لي الاسهل راح ادخل اسم البنك مباشره. دخلت اسم البنك مباشره، عم يطلب مني على الشكل تاع ادخل الامن لوجنامه ورقم البين. طبعا الامن لوجنامه هذا موجود على الورقه الثانيه اللي اعطوك اياها البنك، ورقم البين راح ادخل رقم البين الجديد اللي دخلته، اللي حكيت انت لازم تحفظه، رقم البين الجديد مو القديم المكتوب على الورقه، رقم البين كود جديد اللي انت حفظته من قبل. هلا اول شيء راح ادخل الامن لوجنامه، اعطوني اياه طبعا الامن لوجنامه اعطوني اياه بالورقه الثانيه. دخلت الامن لوجنامه، هلا راح ادخل البين، طبعا البين كود جديد طبعا اللي دخلته لما طلبوا مني احط بين كود جديد. هلا راح ادخل البين كود الجديد اللي دخلته من قبل. في فرق بين كلمه السر الخاصه بالتطبيق وبين البين كود الجديد. طبعا كلمه السر هي فقط عشان تفتح التطبيق الخاص بالجوال عندك، اما رقم البين كود هذا البين كود بامكانك تستخدمه بجميع الاجهزه وبجميع الجوالات، وعلى اللابتوب او على الجوال. طبعا المفروض انك هذا تحفظه بشكل 100% وما تنساه، لانه راح تحتاجه لما بدك تفوت على حسابك بالاونلاين بانكينج من اي جوال ثاني. هلا راح ادخل الاونلاين بانكينج البين الكود الجديد اللي دخلته من قبل. هلا راح ادخل الكود الجديد. بعد ما دخلت البين كود الجديد هون راح افعل هاي المفتاح الموجود عندي هون، هذا راح افعله. فعلته، بعدها راح اكبس على كلمة امن دون. هلا عم يحولني بشكل مباشر على تطبيق البستان عشان اعطيه الموافقة. هلا راح احط البصمه. هلا عم يخبرك انه حاليا انه عم يتم تسجيل جديد بتطبيق الاونلاين بانكينج الخاص فينك. هلا راح اسحب المفتاح باتجاه اليمين، اسحبه هيك واعطيه كمان البصمه. هلا اعطاني على الشكل التالي، بعد ما اعطيته الموافقه من خلال تطبيق البوشتان اعطيه على كلمه ايرلوبن، اعطيه السماح عشان الاشعارات. هو اذا كنت حابب لاول مره حابب تعرف شو هي التحديثات الجديده اللي صارت على تطبيق الشباركاسا، بامكانك تعملها تخطي، نكبس على كلمه اوبشن تخطي. هيك راح يفوتك بشكل مباشر على حسابك بتطبيق راح يفوتك بشكل مباشر على حسابك بتطبيق الاونلاين بانكينج. وبهالطريقه ان شاء الله تعالى نكون شرحنا كيفيه تفعيل تطبيق الشباركاسا اونلاين بعد التحديث الاخير اللي صار على التطبيق الشباركاس. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.